السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم هذا الطاجين سهل لذيذ كيجي معلك كيعجب الصغار والكبار. في طاجين وعلى عافيه متوسطه غادي نوضعوا تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وهنا عندي بصله كبيره غادي ناخذ تقريبا نص ديالها وغادي نوضعه في الطاجين وغادي نخلي ديك البصيله حتى تنزل. عندي هنا ربعه ديال الكفته غادي نتبلها بشويه ديال البزار الملحه، تقريبا نص معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال المعدنوس، وتقريبا جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ما تبلتهاش بزاف حيت باقي غادي نوضعها في الطاجين وغادي تشرب العطريه. غادي نخلط كل شيء مزيان ونشكلها كويرات. صراحة هذا الطاجين هذا كيجي لذيذ بزاف، وحتى التحضير ديالو والطياب ديالو ما كياخدش شي مجهود ولا وقت كتير. نخليو داك البصيلة حتى تنزل ويتبدل اللون ديالها ويولي غادي للذهبي. منين تتنزل لينا داك البصيله وكيتبدل اللون ديالها كنضيفوا عليها مطيشه كبيره محكوكه ولا جوج صغارين، كنحيدوا منهم واحد المعلقه كبيره كنخليوها للتزيين، وغادي ندوزو باش نستفوا الخضيره ديالنا. انا هنا اختاريت البطاطا الصغيره عندي كيلو، نقيتها وقطعتها على جوج وغادي نستفها بهذه الطريقه هذه. فممكن تستعملوا اي خضره موسميه اولا ممكن توجدوا بنفس الطريقه طاجين ديال الخضره، حتى هو بالكفته كيجي اكثر من رائع. نستفوا الخضيره ديالنا كيف مبين في الفيديو، وفي الوسط غادي نضيفوا الكرات ديال الكفته اللي نديروهم شويه كبارين. نضيفوا داك نص البصله المشنفه اللي تبقى نوضعوه في الوسط، فهذا فقط للتزيين وكيبقى اختياري بطبيعه الحال. عاد غادي نضيفوا ديك المعلقه كبيره ديال المطيشه وتقريبا معلقه كبيره ديال المعدنوس اللي مقطع. في اناء فيه شويه ديال الماء غنوضعوا معلقه صغيره ديال الخرقوم، قليل من البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، الملح، جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ودويمه ديال الزعفران، ونخلطوا كل شيء مزيان. نفرغوا العطريه ديالنا على الخضر والكفته، ودائما على عافيه متوسطه غادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب على خاطر خاطرو، وضروري نغطيوه. مرة حلو على الطاجين وخذوا شويه ديال ديك المريقه بالمعلقه وسقيو داك الكفيته والخضيره اللي الفوق. وها هو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد، صراحه كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ معلك من السم من داكشي. نتمنى تجربوه وترسلوا لي التطبيقات ديالكم عبر صفحتي في الانستغرام او الفيسبوك دو مودست كوزين، ومرحبا بكم كذلك في الجروب ديالي على الفيسبوك شهيوات دار اسماء والصديقات ديالها. وإلا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم، اشتركوا معايا وكذلك فعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. ولا عجبكم الفيديو ما عليكم الا تشاركوه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكره جديده. في امان الله.